اكتملت اليوم عودة الطلبة بمختلف المراحل الدراسية من مدرسية وأكاديمية إلى صفوفهم، عودة لها سلبياتها في جعل حركة المرور كثيفة والطرقات مزدحمة في مختلف مناطق البلاد. فريق الأخبار قام بجولة ميدانية في إحدى المواقع راصدا حركة المرور وحركة قوى الأمن في تسهيلها. نعم، هذه هي حال الطرقات صباحا مع اكتمال عودة الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية وتزامن توقيت المدارس والدوامات في آن معا. جولة ميدانية قمنا بها في الصباح الباكر، رصدنا خلالها حركة الزحمة التي امتازت بالانسيابية والمرونة، فقوى الأمن من ضباط وعناصر متواجدون في كل المواقع. والله نفس كل سنة يعني، ورجال الداخلية مو مقصرين يعني، بس بعد هذه ديرتنا وهذه الزحمة يعني عايشين وياها يعني. اليوم زحمة كثيرة شوية، أول يوم الأسبوع. هي إلى حد ما فيها كنترول، يعني الأمر منضبط، بس هو الواحد محتاج إن هو يمانج هيز تايم، يعني لو هو بدري شوية بتهيألي هيوصل كويس. تعاون واضح بين المارة وقوى الأمن لمسناه خلال جولتنا، وزحمة وصفها العابرون بالطبيعية في ساعات الذروة. الله يعيني، يعني صدق زحمة وايد. طيب مش شايفي في تواجد لقوى الأمن في تسهيل؟ بالعكس، ما قصروا وزارة الداخلية صدق كلش، يعطيهم ألف عافية. في تعاون، والناس برضه يعني بتقول متعاونين مع بعض، يعني في نظام، في هدوء، ما فيش السرعة جدا، في الأماكن المناسبة موجودين الحمد لله، يعني قايمين بدورهم 100%. ضباط النجدة ودوريات الإدارة العامة للمرور وغيرها من قوى أمنية منتشرون على الطرق لتوفير أقصى درجات الحماية وتسهيل المرور تفاديا لأي اختناقات مرورية محتملة في أوقات الذروة. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.